علي مكي أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء على بعد انتهائك من المرحلة الجمع الجمعية وجدناك تطلب بعثة علمية إلى باريس ولكن عميد الأدب العربي طه حسين الذي انتقل إلى كرسي الوزارة ممثلا لحزب حزب الوفد وقت ذاك كان ثمة موقف أو خلاف بينك وبين أستاذك الدكتور الدكتور طه حسين، هل من سبيل لتوضيح هذه الصورة؟ آه نعم هذه لها قصة طريفة أيضا، آه ذلك أنه بعد تخرجي لم تكن هناك وظائف معيد، يعني كان أساتذتي يريدونني يريدونني معهم في كلية الآداب معيدا ولكن في ذلك الوقت كانت الوظائف محدودة جدا وكان يعلن عنها فاكتفى فا أساتذتي في ذلك الوقت لم يكونوا يستطيعون أن يفعلوا غير ذلك أن أعطوني منحة داخلية طبعا محدودة المرتب لم تكن تكفي للمعيشة ثم بعد ذلك في أواخر سنة 49 أعلن أعلنت الوزارة، وزارة المعارف أي التربية كما تسمى الآن. أعلنت عن بعثتين آه لباريس لفرنسا. إحداهما في فقه اللغة والأخرى في اللغات السامية. وتقدمت إلى هاتين البعثتين وكنت قد درست الحالات، حالات المتقدمين فوجدت نفسي أحق بالبعثتين معا. في الميدانين لأني كنت حاصلا على اعلى التقادير فيهما. ولكن المفاجأة هي انني وجدت اسمي في احدى هاتين البعثتين عضوا احتياطيا. وتملكني الغضب وغضب الشباب في ذلك الوقت واندفاعه فكتبت خطابا شديد اللهجه احتج على هذا الوضع الى استاذي طه الذي كنت احبه. طبعا لأنني تعلمت عليه وعلى كتبه ولأنني كنت أنتمي أيضا إلى نفس الحزب الذي كان أنتمي إليه ولكني فوجئت بعد ذلك بأسبوعين ببرقية تستدعيني لمقابلة طاحسين وفي ذلك الوقت تسرعت أيضا بأن أرسلت هذا الخطاب الذي أرسلته إلى طاحسين أرسلت صورة منه لإحدى صحف المعارضة وكانت المعارضة تتولاها في ذلك الوقت جريدة أخبار اليوم واهتم مصطفى أمين بنشر فقرات من هذا الخطاب على منشط على ستة أعمدة عنوانه جامعي متفوق يقول لوزير المعارف هل يجب أن أكون قريبا أو محسوبا فهذه يعني عبارة من عبارات الخطاب وكان الخطاب عنيفا شديد اللهجه بالفعل ولم اكن اتوقع منه اي نتيجه بل كنت اشك فيما اذا كان من يحيطون بطه من اعضاء مكتبه وسكرتاريته من يوصلون الخطاب اليه فماذا حدث إذن؟ ففوجئت بهذه البرقيه التي تستدعيني لمقابله لمقابله طه وذهبت في الموعد المقرر ودخلت عليه وكنت متفائلا لأن الذي يستعمله إيه طه حسين وأنا خريج حديث العهد بالتخرج كان أمرا بالنسبة لي كبيرا غير أني حينما دخلت أيضا كانت مفاجأة أخرى هي أن أجده متجهما عنيفا في لقائه لي وإذا به يجابهني بشكل في غايه العنف ويقول لي كيف تجرؤ على كتابه مثل هذا الخطاب؟ وهل هذا هو الاسلوب الذي تكتب به الى استاذك والى من هم من هو في مقام والدك؟ وحينئذ وجدت كما لو كان الامل الذي كنت اعلق عليه قد انهار تماما فاستجمعت شجاعتي وقلت له حينما سالني وهل انت مستعد لتحمل تبعه ما كتبت؟ فقلت له يا معالي الوزير انا لست فقط اتحمل تبعه ما كتبت وانما سوف ارفع على معاليكم وعلى وزاره المعارف قضيه في مجلس الدوله. والمفاجاه الثالثه كانت حينما رايت الدكتور طه حسين تنفرج اساريره. ويتهلل وجهه ويضحك ثم يقول لي تعالى يا فلان ويأخذني إلى ركن ثم يقول لي اسمع أنا درست ما ذكرته في خطابك وكان مما أعجبني فيه أنك لم تتعرض لزملائك الذين ظفروا بهذه البعثات لم تتعرض لهم بسوء وأنك كنت مهذبا في حديثك على الرغم من عنف خطابك إذا ماذا أسفر هذا اللقاء الصاخب؟ أسفر عما يلي حينما أومأ إلي طه حسين بأن أذهب معه إلى ركن من أركان مكتبه الواسع في ذلك الوقت، قال لي إنني أعد الآن بعثة معينة وأنت من المرشحين لها لم يخبرني إلى أين هذه البعثة؟ ولكنه وعد بذلك وبالفعل مرّ بوعده فبعد اسبوعين اخرين اذا باتلقى ورقيه للقاء وهناك التقيت بعدد من الزملاء كان كانوا هم الذين اختارهم طه حسين لهذه البعثه الاولى التي وجهت الى اسبانيا بمناسبه انشائه لمعهد المعهد المصري للدراسات الاسلاميه في مدريد. آه ذهبت هناك في الخمسينات وبالطبع طلعت هناك او اقتربت من التيارات الاكاديميه الاستشراقيه التي تناولت هذا الموضوع بين مجموعه متعصبه لتاريخها الاسباني القوطي ومجموعه اخرى منفتحه على الوجود الاندلسي والتاريخ العربي في تلك البقاع هل من سبيل للحديث عن هذا نعم <applause> قد كان طه اوصى حينما افتتح المعهد في مدريد هو الذي قام بافتتاحه والقى فيه محاضره وفي المجمع اللغوي الاسباني محاضره اخرى ومحاضره في غرناطه فقد احتفت به اسبانيا احتفاء كبيرا في ذلك الوقت. أه وكان أه ايضا أه مما أه قضت به قضى به القدر في ذلك الوقت ان كبير مستشرقي اسبانيا في ذلك الوقت كان ايميليو غارثيا غوميث كان تلميذا لطه حسين ولاحمد زكي باشا شيخ العروبه فقد ارسل حينما كان في العشرين من عمره ايضا في الثانيه والعشرين بالضبط ارسل الى مصر ودرس على طه حسين وتشبع بكثير من ارائه وعاد ليقوم بترجمه مجموعه من الشعر الاندلسي الى الاسبانيه كان ذلك في سنه 1928 وقد اثارت هذه الترجمات لانها كانت على يعني كانت قمه في الابداع من ناحيه الادب الاسباني ترجم الشعر العربي الاندلسي الى اللغه الاسبانيه وفي كثير من الاحيان ترجمه شعرا اسبانيا و استطاع هذا الشعر ان يؤثر تأثيرا كبيرا في اعظم جيل ظهر في القرن العشرين من الشعراء الاسبان وهو الجيل المسمى بجيل 1927 الذي منه لوركا؟ الذي ينتمي اليه لوركا والذي ينتمي اليه رافائيل البرتي الذي لا يزال حيا حتى اليوم وعدد كبير من الشعراء الذين جددوا الادب الاسباني. الطريف انهم جددوا الادب الاسباني واختاروا تاريخ 27 بالذات لانه لأنهم في هذه السنة احتفلوا بمرور ثلاثة قرون على وفاة "جونجورا" شاعر العصر الذهبي الإسباني الذي توفي سنة 1627 لنقف هنا عند تجربه لوركا هذا الشاعر الذي قضى نحبه على اثر الحرب الاهليه في اسبانيا آه القال للشاعر هذا الشاعر المترف العباره الجميل الروح ان هنالك مشاهد اندلسيه عربيه آه حديثه مثلا عن حي البيازين واستدعائه لبعض المفردات العربيه بل انه في بعض المشاهد وجدناه يتزيا بازياء عربيه مغربيه حدثنا عن هذا الحنين الجارف الى التاريخ العربي الاندلسي في شعر هذا الشاعر الاسباني المعاصر في الحقيقه كانت بدايه القرن العشرين بدايه لتقويم جديد للحضاره الاندلسيه نحن نعرف ان تاريخ الاندلس كاد يمحى محوا في سنوات التعصب، التعصب الذميم الذي ادى الى اضطهاد المسلمين الموريسكيين بقيه الشعب الاندلسي المسلم تلت ذلك تلا ذلك قرنان من التعصب المقيت الذي حاول فيه الاسبان وفوقهم السلطه الكنسيه هناك ان تمحو هذه الفتره من تاريخ اسبانيا. ولكن في خلال القرن التاسع عشر و بشكل أشد في بداية القرن العشرين بدا اهتمام كبير بالحضارة الأندلسية وتقدير جديد لها قام به هؤلاء المستشرقون من أمثال غايانغوس على طول القرن التاسع عشر ثم تلميذه فرانسيسكو كوديرا ثم تلميذ كوديرا أو تلميذاه خوليان ريبيرا وأسيم بالاثيوس وتلميذ هذين غارسيا غوميز الذي أصبح بعد ذلك شيخة. الاستشراق الاسباني. آه فهذه الفتره كانت فتره اهتمام آه ليس اهتمام فقط وانما تعاطف مع الحضاره الاندلسيه. لوركا ينتمي الى هؤلاء ولوركا شاعر غرناطي وكان يقول انني يقول بفخر انني انتمي الى مملكه غرناطه ولم تكن غرناطه مملكه الا في ظل المسلمين. وله عمل شعري باذخ جميل عن غرناطة بالضبط وعن كفاح غرناطة يسمى ماريانا بينيدا وله تصوير للريف الأندلسي وأنا قمت بترجمة رواية من روايات لوركا وهي بيت برناردا ألبا التي يصور فيها مسألة الحفاظ على الشرف في الريف الأندلسي وهو مفهوم يكاد يكون هو نفس المفهوم العربي لوركا أيضا له محاضرات تحدث فيها عن التأثير العربي في آه في إسبانيا أدبا ولغة على الرغم من أنه لم يكن دارسا ولكن كان لديه إلهام إلهام الشعراء وحبهم لغرناطة ولحمرائها وتصويره لكل هذه الأشياء ف هل كان لوركا واحدا من المرسكيين أو من بقايا المرسكيين؟ لا لا أعتقد ولو أن مسألة الأصول في إسبانيا لأن المسلمين تحت ضغط الضغط الذي كان يواشر عليهم كثير منهم اعتنقوا المسيحية وكانوا يكتمون إسلامهم سرا ولكن مع مرور الوقت بطبيعة الحال العقيدة تكتم جيلا أو جيلين ثم تنسى بعد ذلك ربما ولكن نحن نعرف أن لوركا كان ينتمي إلى أسرة أرستقراطية غنية في غرناطة فقد كان أبوه فلاحا ولكنه كان ميسورا وانما ولكنه كان متعاطفا دائما مع الفئات المظلومه وكان يعتبر الموريسكيين فئه مظلومه اهتم الشعر العربي في العصر الحديث بموضوعه الاندلس منذ رحيل احمد شوقي اليها حتى الشاعر العراقي سعدي يوسف لو اردنا من الدكتور محمود علي مكي ان يتلمس لنا الاقرب الى المزاج الاندلسي وتصوير بقايا هذا الفردوس المفقود في شعره كيف تقرا هذه القصائد او الاعمال الشعريه التي تناولت موضوع الاندلس؟ آه نعم اسمح لي فقط اولا ان اخالفك بعض الشيء في استخدام مصطلح الفردوس المفقود فالاندلس ليست فردوسا مفقودا على الاطلاق انها فردوس موجود موجود وقائم وماثل للناظرين الان سواء كانوا اسبان او غير اسبان ماثل بهذه آه الاثار التي خلفها العرب هناك والموجوده، الناس لا تهتم الا بغرناطه وقرطبه واشبيليه، ولكن الاثار العربيه موجوده في كل مكان في اسبانيا. حتى في الشمال وحتى في البلاد التي لم يكن للمسلمين عليها سيطره كامله. ثم انها موجوده في نفوس الاسبان. لان العرب قد اورثوا الاسبان كثيرا من هذه الطباع التي ميزتهم عن كل الشعوب الاوروبيه الاخرى. ثم هي موجوده باستحيائها الان لان الاسبان يهتمون باستحياء كل هذه الاثار ويحافظون عليها بل ويعيدون تمثيلها. ولكنهم يعتبرون هذا التراث موضوعا او يعتبرونه موروثا اسبانيا لا فليكن. موروثا عربيا اسلاميا. فليكن. إسبانية لأنه لأن هذا التراث إنما هو نتاج ذلك الشعب الأندلسي الذي كان خليطا العرب لم يأتوا إلى إسبانيا كأسر وإنما أتوا كجنود كأفراد وتزوجوا من أهل البلاد فهذا التراث أيضا له نصيب فيه هل يشعر اليوم الكاتب والشاعر الأسباني المعاصر بهذه الروح العربية والإسلامية المتغلغلة إلى نسيج اللغه الاسبانيه نعم هم واعون تماما لهذا وقد كان هذا حتى في عصور اضطهاد المسلمين كانوا يعترفون بذلك ولذلك وجد وهذا من الموضوعات التي درستها في في هذا الكتاب ما يسمى بالرومانسي فرونتليثو والرومانسي موريسكو اي الاغاني الحدوديه يعني التي كانت تنظم على الحدود بين الدوله الاسلاميه والدوله المسيحيه والاغاني الموريسكيه وكان يقوم بها يقوم بنظمها شعراء مسيحيون اسبان ولكنهم كانوا يقلدون في تعابيرهم وفي وصفهم الشعراء المسلمين ولذلك تسمى بالموريسكيه فدرست انا جانبا من جوانب الاحتكاك بين الادب الاسباني ونشاه الادب الاسباني انا قلت ان اللغه الاسبانيه نشات في ظل اللغه العربيه ايضا أه حينما تحولت هذه اللغه الى لغه ادبيه في الاول في البدايه كانت لغه كلام أه لغه عاميه ثم اصبحت لغه الى ادبيه بفضل ما ترجم من العربيه اليها بفضل الجهد الذي قام بها الفو به الفونسو العاشر الفونسو دسيمو المعروف بالحكيم السابيو هو الذي كانت له حلقه ومدارس كامله كان يعلم فيها العرب المسلمون الى جانب المسيحيين واليهود وكانوا يترجمون الثقافه العربيه الى الاسبانيه اذا لنعد متحدثين عن تناول الشعراء العرب المحدثين لموضوعه الاندلس وكيف او ايهما كان اقرب الى المزاج الاندلسي في شعره يمكن ان اقول انه لا يوجد شاعر عربي في سنواتنا الاخيره ابتداء من صلاح عبد الصبور الى اليوم لم يتاثر بالاندلس ثم انه كان هناك شعراء كبار عاشوا في الاندلس نزار قباني كان دبلوماسيا نعم في اسبانيا عبد الوهاب البياتي قضى ايضا وقتا طويلا في اسبانيا سواء عرف هؤلاء اسبانيا معرفه مباشره او لم يعرفوها الا من خلال لوركا على سبيل المثال فان كل الشعراء المحدثين قد تاثروا باسبانيا وبالذات كانت ماساه لوركا اثارت في الناس كثيرا حتى من القضايا الخاطئه يعني كثيرون اعتقدوا ان لوركا كان مجاهدا سياسيا ولوركا لم يكن له علاقه بالسياسه على الاطلاق كان فقط مفكرا ليبراليا يدافع عن المظلومين سواء كانوا الغجر في اسبانيا او السود في امريكا او غيرهم من الطبقات المضطهده المضطهده ولكن لم تكن له علاقه سياسيه ولا كفاح سياسي مباشر مثل رافائيل البرتي الذي لا يزال يعيش حتى اليوم والذي كان صديقا للوركا ولذلك فان كثيرا من تناولات هؤلاء الشعراء مع احترامي لجميعهم كانت خاطئه لانهم اتخذوه شعارا ولا سيما في فتره الستينيات حينما كان الفكر الاشتراكي غالبا على كثير من شعراينا ومن بينهم صلاح عبد الصبور وغيره اذا لنختم هذا اللقاء يا استاذنا باحساسك وانت تقف اليوم على واحده من الاثار العربيه الاسلاميه هناك حينما تدخل مثلا قصر الحمراء او تقف على اثار قرطبه وتتجول على نهر الوادي الكبير وتشاهد بعض ما بقي من الوجود العربي هنا او هناك في الزوايا الاندلسيه كيف يكون احساسك وانت العربي العالم بالاندلسيات ربما كان اكثر ما يصور هذا الاحساس في هذه البلاد التي عشت فيها مده طويله هي ابيات لابن خفاجه شاعر الطبيعه الكبير الاندلسي الذي قال يا اهل اندلس لله دركم ماء وظل وانهار واشجار ما جنه الخلد الا في بلادكم ولو تخيرت هذه كنت اختار استاذنا شكرا لك شكرا لكم وانا سعيد بهذا اللقاء